عباس هيثم عبد العادي، سكنة البصرة، قضاء الدين ناحية الهوير، موالي 7/7/2003. طبعا الدعم الأول هي والدتي. أول حكاية أمي: عباس روح وأهل البيت بظهرك، ما دامك أنت صح وعلى الطريق الصح فهم وياك وما يعرفونك. سلسلت بالخدمة بداية بالجامع، جامع الهويري الكبير، صلاة جماعة، بعد صلاة الجماعة وتطورت إلى أن أكون مؤذن. الله أكبر الله أكبر. بعد ما سلسلت من قراءة أدعية وآذان إلى الردة الحسينية مطلع 2016، بعمر 13-14 سنة قمت آخذ قصائد من رواديد ومن شعراء هي وألحانة، وأسوي مجالس مصغرة بالبيت. بعد أن اتطورت مجال الخدمة، كان الداعم الأول إلي والسند هو الأستاذ أبو كرار طالب سهر الفجاج، كان يحفزني تحفيز معنوي، كان الداعم الأول بكل كلمة أنا أنطلق من عنده وكل خطوة أنا أنطلق منها كان هو السند إلي. طبعا سبب الإعاقة ولادية، ومو بس عباد، عنده أخ أصغر من عنده. لكن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: الله من حب عبده يبتليه، دائما يأخذ صحته أو يأخذ من عند أهله حتى يشوفه مدى صبره، حتى يشوفه هو يستحق هذا الحب الإلهي اللي الله سبحانه وتعالى مهيئ لهذا العبد. مطلع 21 أقنعت والدي أن أروح وياه مشاية، أخذ وياه عربانة معاقين ونسلسل بالمشي، ساعة سيارة وساعة بعربانة، وصلت الكربلة بعد جهد وعناء لأن مثلي صعب يمشي. طلب من الإمام الحسين سلام الله عليه وأخي أبي الفضل عباس حاجة، طلبت من عنده، قلت له: إذا قابل خدمتي هاي أنطيني صحة وعافية لا أكثر ولا أقل، وإذا كانت إلي طيبة فأريدها منك مو من غيرك. لأن الأطباء قالوا عباس ما إلى علاج. نهاية 22 مطلع 23 صار العباس علاج. تواصل عباس ويا الدكتور اختصاص عمود فقري وقال: أبويا أنت متأخر، أي غلط عندك راح تسوى عملية، أي غلط عندك شلل أو موت، حل وسط ماكو، لأن عمليتك خطرة وفوق الكبرى، عندك تكسير أضلاع، تكسير فقرات. صار يوم السبت وكان ليلته ولادة الإمام علي سلام الله عليه 13 رجب. قبل دخول العمليات توجهت للنجف للإمام سلام الله عليه وقلت له: طيبتي وصلت، طلعني منها أنا بخير ونعمة، ما طلعني أنا أيضا فايز، أندفن يمك. بعد العمليات بيوم اجى الدكتور، قلت له: دكتور شنو الوضع؟ قال: نسبة التعديل من 30% إلى 70%، إعجاز إلهي، قدرة أهل البيت اللي ما حد يقدر يوصفها. يتعاملون الزوار ويا عباس بنوعين: نوع العطف على حالته، ونوع الثاني الفرحة من يشوف هذا الشخص وهيك إمكانية عنده جاي يخدم الزوار. عباس يا أما يوزع ماي، يا أما يرحب، يا أما يضيف زوار عنده بالبيت. فعباس كل ناحية وموجود، وبكل خدمة وكل مكان فيه خدمة عباس تلقى موجود. شعور عباس، شعور أبو ذر نشوف الإمام علي سلام الله عليه قدامه، هذا عباس نشوف الزوار. اليوم إحنا أمام مرحلة كبيرة اللي هي أنت تخدم ضيف الإمام الحسين سلام الله عليه. لما تخدم هذا الضيف وبإخلاص ونية صالحة راح تلقى توفيقك هناك يم الإمام سلام الله عليه، مو شرط راح يعطيك جزاء دنيوي، لا راح يعطيك أخروي، راح يضمه إليك. مثل لما الواحد يدعي وما يستجاب لكن يلقى تالي. عباس بالنسبة له يطلب من الزوار ويطلب من الله أهل البيت بالموكب إخلاص وصدق نية بذل الاثنين، لكن علاقته القوية ويا الإمام الحسين وتوفيقاته الدائمة إليه، من يروح للإمام الحسين سلام الله عليه يطلب صحة وعافية